بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا فهو من أهل الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فهو من أهل النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وروى ابن ماجه رحمه الله تعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. قال الألباني رحمه الله: إسناده محتمل للتحسين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، قال ابن حجر رحمه الله: المقصود بهم الصحابة ومن كان على صفتهم، أي في الإيمان، لأنه في رواية للبخاري رحمه الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون شهداء الله في الأرض.
وأما الثناء على الرجل بالشر فالمقصود منه من غلب شره خيره، عياذا بالله تعالى. هذا الحديث بوّب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه بابا، باب الثناء على الميت. قال ابن حجر: فيه الثناء على الأموات بخلاف الأحياء، فالحي لا يمدح ولا يثنى عليه في وجهه خشية عليه من العجب أو الغرور، أما الميت فقد أفضى إلى ربه عز وجل، فهذه المفسدة في حقه منتفية، فيثنى عليه بما كان يعمله من خير. ومن ثم، أي من هذا المنطلق، نذكر ثناء على ميت شيعناه بالأمس، وهو فضيلة الشيخ مصطفى عمر رحمه الله، وغفر الله تعالى له ورفع الله عز وجل درجته في المهديين. فالشيخ رحمه الله تعالى كان من الدعاة إلى الله عز وجل على منهج أهل السنة على مدى أكثر من 20 سنة رحمه الله تعالى. في رواية للحاكم في حديث أنس هذا قالوا: لنعم المرء إن كان لعفيفا مسلما، إن كان لعفيفا مسلما. هذا الثناء هو الذي أثنى به الصحابة رضي الله عنهم على هذا الميت، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فما بالك إن كان الشيخ رحمه الله يجمع إلى ذلك من الخير الكثير. فكما ذكرنا كان داعيا إلى الله تعالى، داعيا إلى مذهب أهل السنة، داعيا إلى توحيد الله عز وجل، وإلى إفراده بالعبادة، ونبذ الشرك، والحرب على المشركين، وعلى وسائل الشرك في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا من علامات حسن الخاتمة، أن الإنسان يعيش على السنة ويدعو إلى السنة، لا سيما في زمن الفتن واضطراب الأمور، وها أنتم ترون تغير الأحوال، فقد صارت السنة بدعة، وعلت البدعة عياذا بالله والمعصية، وغابت شمس الشريعة عن حياة الناس. فقام الشيخ رحمه الله بالدعوة إلى الله وإلى اتباع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإلى تحكيم شريعة الله عز وجل. كل ذلك فعله ودعا إلى الله تعالى كما ذكرنا منذ أكثر من 20 سنة. فمن علامات حسن الخاتمة أن يتمسك الإنسان، وأن يصبر، أن يصبر على السنة، وأن يصبر على الطريق إلى أن يتوفاه الله عز وجل. وقد كان كذلك رحمه الله حتى حبسه الله عز وجل بالمرض، وحتى وهو في مرضه تمنى
لو خرج ليدعو الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ رحمه الله حسن الخلق، كان هادئ الطباع، رابط الجأش، ذا علم وعقل وحلم، وله خبرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جعل الله له قبولا بين الناس ما اقترب منه أحد إلا وأحبه رحمه الله تعالى. هذا كله نرجو به ربنا عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. وقد رأيت منه في موته خيرا، ولله الحمد. هذه علامات جعلها الله عز وجل يستبشر بها المؤمنون، علامات لحسن الخاتمة. كذلك أيضا الذي نذكركم به من هذا المصاب، ولا بد وأن نتذكر بأمور كثيرة جدا. الأمر الأول، لا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم، لا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم. هذه كلمة عظيمة، وصية جليلة، وصى بها أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان في الموت، فدعا عمر، وكان قد أوصى بالخلافة له من بعده، دعاه قال: اسمع يا عمر، اسمع ما أقول لك ثم اعمل به. قال: إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فلا تمسين إلا وقد ندبت الناس إلى الخروج مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصيتي ووصية ربكم. ولقد رأيتني متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلت، ولم يصب الخلق بمثله صلى الله عليه وسلم. نعم، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله عز وجل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل من السنح على فرسه ودخل على بيت ابنته عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثجا بثوب، فكشف عن وجهه وقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، فأما الموتة التي كتبت عليك فقد متها صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رضي الله عنه وصعد المنبر وجعل يخفض الناس، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فجعل الناس يرددون الآية وكأنهم لم يسمعوها من قبل، من هول الفاجعة التي نزلت عليهم رضوان الله عليهم. فثبت الله بأبي بكر المسلمين. وفي نفس اليوم عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال أبو بكر لسعد: لقد علمت يا سعد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ولاة قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فقال سعد: صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. فعصم الله بأبي بكر المسلمين من الفرقة، واجتمعوا على أبي بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة اليوم الثالث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يخرجوا في جيش أسامة الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا وقف موقفا عظيما يدل على إيمان عظيم من المرتدين ومن مانع الزكاة. قال عمر رضي الله عنه: لقد رجح إيمان أبي بكر بالأمة في قتاله المرتدين. قال: والذي نفسي بيدي، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وثبت رضي الله عنه في هذا الموقف العصير، حتى وكان موقفا حميدا، شرح الله صدر عمر إليه رضي الله عنه وأرضاه. ورجعت الجزيرة إلى حظيرة الإسلام، ولله الحمد والمنة. قال أبو بكر لعمر وقد ضرب في صدره: قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ إن الوحي قد انقطع وإن الدين قد تم، أينقص الدين وأنا حي؟ رضي الله عنه وأرضاه. أينقص الدين وأنا حي؟ فقام قومة رجل رضي الله عنه وأرضاه، رد الله عز وجل به أهل الجزيرة الذين ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. ولله الحمد والمنة. صدق أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال: لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، رضي الله عنه وأرضاه. وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكان قبره اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا حتى قال أبو بكر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت قط إلا ودفن حيث يموت صلى الله عليه وسلم. فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها حيث توفي صلوات الله وسلامه عليه. كلمة بليغة من أبي بكر رضي الله عنه، هي درس للأجيال في كل زمان ومكان: لا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم وإن عظمت، لا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم وإن عظمت. نعم، إن المسيرة الدعوية والعبودية لله عز وجل لا تنقطع بموت أحد، ولا تمرض بمرضه، ولا تقف بوقوفه، إنما هي مستمرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال سعد بن الربيع في يوم أحد، قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال: قوموا فموتوا أو فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل منا له رسالة، فمن أدى رسالته وأتاه أجله فقد أدى ما عليه،
ونسأل الله سبحانه وتعالى له أن يغفر له وأن يرحمه. نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله والله حسيب. ونقول إن لله وإن إليه راجعون، ونقول اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، ونقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإن على فراقك يا شيخ مصطفى لمحزنون، لكن المسيرة ماضية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد من الاجتهاد والجد في عبادة الله وفي طاعته وفي الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا من الدروس البليغة، من الدروس البليغة التي نتعلمها أن الحب في الله عبادة عظيمة جدا، وأن الرابطة الإيمانية هي أقوى الروابط، أقوى من رابطة الدم ورابطة الوطن وغير ذلك. الرابطة الإيمانية، الحب في الله عبادة وطاعة لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الحب في الله يستوجب محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الرجل الذي زار أخا له في قرية لم يزره إلا لأنه يحبه في الله، جعل الله ملكا على مدرجته يخبره: إن الله قد أحبك لحبك إياه، أي في الله عز وجل، لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لغير ذلك. وكذلك أيضا في الحديث القدسي يقول الله تعالى: وجبت محبته للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتزاورين في والمتآخيين في وللذين يتناصرون من أجلي. لقد كانت الجنازة بالأمس جنازة مشهودة، ولله الحمد والمنة، ويوم الجنائز يوم فخر وعيد للصالحين، يوم فخر وعيد للصالحين. قال الإمام أحمد رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. الإمام أحمد رحمه الله صلى عليه أكثر من 1000000 مسلم، صلى عليه أكثر من 1000000 مسلم. أكبر جنازة في تاريخ المسلمين جنازة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى أنه فتحت أبواب المنازل والدور وقيل من أراد الوضوء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في سجن القلعة، وغسله الحافظ المزي رحمه الله، وصلى عليه ما يزيد على 100000. لقد كانت الجنازة بالأمس جنازة مشهودة، اجتمع الناس من كل حدب وصوب للصلاة على الشيخ رحمه الله تعالى. هذه الجموع التي اجتمعت، لماذا اجتمعت؟ ما الذي جمعها؟ أهناك مصلحة دنيوية؟ أهناك علاقات أو أواصر دنيوية؟ أهناك آصرة غير آصرة الإيمان؟ لا، ما اجتمعوا إلا محبة لله، ما اجتمعوا إلا محبة لله وفي الله سبحانه.
ما اجتمعوا إلا لحق أخيه المسلم للصلاة عليه رحمه الله تعالى. هذه هي المحبة التي تبقى، محبة في الله عز وجل. كثير من الجنائز قد يجتمع فيها الكثير لكنها مجاملات، والعاقبة عندكم في الأحزان، إن لم تحضر الجنازة فلن أحضر لك. العاقبة عندكم في الأحزان، كما يقولون العاقبة عندكم في المصرات، فهي مجاملات فقط. وقد يحضر فساق، تجد من يدخن في الجنازة ويتحدثون بحديث الدنيا، لا يدعون للميت بالمغفرة والرحمة، بعكس من حضر محبة في الله فإنه يدعو لأخيه ويشفع له كما أمر صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، شفع له. وإذا صلى على الميت 100 شفعوا فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه جموع غفيرة من المؤمنين والصالحين ومن العلماء والدعاء يدعون له رحمه الله تعالى. فالذي يبقى هو المحب في الله عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كن مع الصالحين ولو تكن ذنبا بينهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملك فيهم عبدك فلان خطأ ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول الله: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كذلك أيضا من الدروس عباد الله التي نتعلمها هي الدعوة بالعمل قبل القول، الدعوة بالمعاملة، الدعوة بالعمل قبل القول. أن نلتزم بالإسلام التزاما صحيحا، لا نفرق بين أمر وآخر، نأخذ دين الله عز وجل كله ونقول: وعجلت إليك رب لترضى. انقياد واستسلام لدين الله ولأمره عز وجل، وهذا من أعظم ما ينفع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ما ينفع. فكما ذكرنا الالتزام بالدين التزاما صحيحا هو الذي يأتي بالناس إلى دين الله عز وجل. ثم عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن أعطاهموه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. موت العلماء مصيبة، مصيبة عظيمة، وثلمة لا تسد إلا أن يشاء الله عز وجل. موت العلماء والدعاة إلى الله عز وجل مصيبة كبيرة عظيمة، وثلمة في الإسلام لا تسد إلا أن يشاء الله عز وجل. العالم يموت بعلمه، يموت بعلمه، وهذا هو قبض العلم من صدور العلماء. هذا درس لنا عباد الله، أن نغتنم حياة العلماء، أن نغتنم حياة المشايخ، وأن نطلب ما عندهم من العلم، وأن نطلب ما عندهم من العلم، وأن نبذل الجهد في طلب العلم، وأن نزاحم العلماء في مجالسهم. فالأمة بخير طالما أنها كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبق عالما
اتخذ الناس رؤساء جهالا، اتخذ الناس رؤساء جهالا. فالناس بخير طالما فيهم علماؤهم وفيهم من يطلب العلم من العلماء، فهم بخير. خرج عمر رضي الله عنه على الناس وهم في المسجد حلق، قال: لا تزالون بخير ما دمتم كذلك. لأن من علامات الساعة نقص العلم وفشو الجهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: نقص العلم يكون بماذا؟ بموت العلماء عياذا بالله تعالى. فالدرس هو اغتنام حياة المشايخ والعلماء، تطلب منهم العلم، تزاحمهم وتجالسهم وتسألهم، وتأخذ علمهم قبل أن يموتوا بعلمهم، قبل أو قبل أن يحال بينك وبينهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، الموت مصيبة، كما قال الله عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. والموت أكبر واعظ، وعظ الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعى إليه نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله عز وجل وعظنا بالموت أيضا، ونعى إلينا أنفسنا فقال: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكره، لأنه أكبر موعظة يتعظ بها الواحد منا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي قاطعها. وفي رواية الترمذي: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي مزيلها. فلا يذكره العبد في ضيق من العيش إلا وسعه، لا يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا. وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. قال: النظر إلى الأموات. فلله الحمد، كم من مرة أكرمني الله عز وجل برؤية من أكرمهم الله بحسن الخاتمة. فهناك علامات جعلها الله عز وجل، بينات على ذلك يستبشر بها العبد. فكم من مرة رأيت ذلك ولله الحمد، ثم أرجع إلى نفسي وأقول: وأنت ما شأنك، وما حالك، وما مصيرك، وماذا سيكون أمرك، وعلى أي شيء تموت؟ فالمستور من ستره الله،
والمفضوح من فضحه الله، فالحري بالعاقل أن ينشغل بهذه اللحظة، لحظة الموت، لحظة الموت، وماذا سيكون من حاله. سيظهر عملك عند موتك. رأيت كثيرا عياذا بالله من علامات سوء الخاتمة، ورأيت ولله الحمد كثيرا ممن أكرمهم الله عز وجل بحسن الخاتمة. شتان وفرق بين الحالين دليل على أن الله هو الرب الأكبر الأكرم العظيم المحيي المميت عز وجل. ففرق بين الهيئتين، هيئة من مات على سوء خاتمة وهيئة من مات على حسن خاتمة. فعلا موعظة بليغة، أكبر واعظ يتعظ به الواحد منا هو النظر إلى الأموات، هو النظر إلى الأموات واتباع الجنائز. اتبع الجنازة كأنك أنت الميت، أنت المحمول الذي سيذهب بك الآن إلى القبر. ما عملك الآن؟ أيسرك أن تموت وأنت في هذه الحال؟ أيسرك أن تكون مقبورا وأنت على هذا الحال؟ فانظر إلى نفسك وعملك، فإن وجدت خيرا حمدت الله ودعوته وعزمت على الإحسان في الباقي، وإن رأيت غير ذلك تبت إلى ربك من ساعتك. فإن مت فقد مت على عمل صالح وعزمت على الإحسان في الباقي. والموت أكبر واعظ لمن يتعظ، كذلك اتباع الجنائز، كذلك زيارة المقابر فإنها تذكر الآخرة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كل منا عباد الله يرجع إلى نفسه ويسأل نفسه ويقف مع نفسه وقفة صدق. فوالله الأمر شديد والأمر عظيم، والغافل الذي يغفل عما خلق من أجله وهو ليس مغفولا عنه، إنه لغافل فعلا أن يغفل عما خلق من أجله. قد يأتيك الموت في أي لحظة، الموت غيب غيبه الله لا يعلمه إلا هو عز وجل. فيظل المؤمن سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فاعمل عمل رجل يسمع لربه ويطيع، عمل رجل ذليل خاضع لربه عز وجل، يعبد ربه، يعمل الصالحات على معتقد صحيح، ثم لا يضره بعد ذلك متى يأتيه الموت. كان كثير من السلف ما لو قيل لأحدهم إن ملك الموت بالباب ما وجد مزيدا. رحمهم الله تعالى. عباد الله، عباد الله، نتعظ بالموت ونجعل الموت أمام أعيننا ولا نغفل عنه، فوالله لا يفسد القلب إلا بسبب الغفلة عن الموت، كما قال عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثيم وغير واحد، قال: لو غفلت عن ذكر الموت ساعة لفسد قلبي، لو غفلت عن ذكر الموت ساعة لفسد قلبي. صلاح القلب في ذكر الموت أن تجعله أمام عينيك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني. قال: أضحكني غافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري
أرضي ربه عنه أم أسخطه عليه. وأما الذي أبكى قال فراق الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند الموت. هذا الذي يبكي منه هول المطلع عند الموت، لا يدري بما يأتي البشير من ربه عز وجل، وهول المطلع عند الموت والوقوف بين يدي الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يغفر للشيخ مصطفى وأن يرحمه وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجعل كل عمل صالح من بر ودعوة وعلم وتعليم في ميزان حسناته. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا استر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك مخبتين أواهين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد، وأقم على الزيغ والعناد. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.